سونغ مدرب منتخب الكاميرون اللي لسه فايز على منتخب مالي بهدف لا شيء قبل هذا اللقاء. انطلاقه لصلاح محسن، يسقط صلاح محسن، حكم اللقاء مدي ايه، انطلاقه لصلاح محسن على حدود منطقه الجزاء وكره مشتركه مع زكريا فوسيني وردة فعل الكابتن ميكيل ادبيت بورنو، ولكن حكم اللقاء احتسب فاول. هذه كره اماميه، تغطيه دفاعيه موجوده، وكره تعلى من احمد رمضان بيكهام، ولكن في النهايه الى خارج. ساربونج الباك الشمال يلعب كره اماميه، ساربونج خطيره جدا على حدود منطقه الجزاء. اوبينج يلعب عرضيه، اوبينج والتشتيت من قبل مدافعي منتخب مصر. هجمه خطيره في نادي اسبرانزا دي لاجوس في دوري الدرجه الثالثه في البرتغال. اماميه جديده بنفس الطريقه، خطيره جدا، مرور خطير 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 وهدف اول، مرور خطير وهدف اول عن طريق قائد منتخب غانا يبوا. يبوا يسجل الهدف الاول لمنتخب غانا من تمريره عرضيه حريريه من صامويل اوبن، عملوا عليها بروفا في المره الاولى وربنا ستر، عملوها تاني جت هدف، وكان منتخب مصر لم يشاهد البروفا الاولى بنفس الطريقه من ساربونج الى صامويل اوبن. عدى صامويل اوبن بالمهاره، لعب ارضيه روعه يقابلها حسب الميعاد يبوا ليسجل الهدف الاول خلال احداث هذا اللقاء، ليتقدم منتخب غانا، يتقدم منتخب البلاك ستارز بهدف للا شيء. ادي المرور الجيد، عدى حلو قوي صامويل اوبنج، مرور من اسامه جلال ثم مرور من محمد عبد السلام، وفي النهايه لعب الكره العرضيه الارضيه البرازيليه ليقابلها قائد منتخب غانا يا يبوا، معلنا عن اول اهداف هذا اللقاء. لسه بدري جدا ولسه بنقول يا ادي المرور والاختراق، شوف عدى ازاي من اسامه جلال، شوف عدى ازاي من محمد عبد السلام، ولعب العرضيه في النهايه يقزم، ولكن نتمنى ان تنتهي سريعا. ادي كره سهله تصل للحارس محمد صبح، رمضان تعدي من رمضان يفوتها لو مفتوح، لسه مع رمضان، خلصها رمضان، يتقدم يتوغل على حدود ال 18، يلا رمضان العرضيه، ولكن في النهايه الكره الى خارج الملعب، ضربه ركنيه، مرور واختراق من ثنائي الجبهه اليسرى احمد ابو الفتوح ورمضان صبحي، وادي المراوغه من رمضان، وفي النهايه ضربه ركنيه، وادي العرضيه من رمضان صبحي على الايمن قريب يتم. ايفانز من ساء، ادبيت بورنو، يبوا خطيرة جدا خطيرة جدا، والكرة إلى خارج الملعب. أوسك وبينا كان في وضعية انفراد مواجه تماما لمرمى الحارس محمد صبحي بعد تمريرة في منتهى الذكاء من يبوا، ولكن أوسك وبينا بفضل أو رمضان صبحي أو أحمد أبو الفتوح أو كريم العراقي، كل دول قدرتهم على الاستخلاص، قدرتهم على الانقضاض ضعيف. سعيدي كريم، صلاح محسن يعلي صلاح، مصطفى محمد بيحاول لكن تتقطع، يضغط عمار حمدي يا ولدي عمار، يلا صلاح، صلاح محسن تطول، ولكن هذه المرة أحمد أبو الفتوح يلعب الكرة العرضية على أمل قريب، ودي ضربة رأي، تسديده من مسافة بعيدة ولكن إلى خارج الملعب. فتوح في مساحة جيدة، يتقدم أبو الفتوح، وادي العرضية جوه ال 18، ضربة راس، الله الله يا مصطفى، الله يا مصطفى، يا مصطفى يا مصطفى، أنا بحبك يا مصطفى، الله يا مصطفى يا محمد، الله على هدف التعادل، 1-1، منتخب مصر يفعلها الآن ويأتي بهدف التعادل. ضربة رأس رائعة يأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر في إعادة لهدف المباراة الماضية بالكربون، بالكربون، كأنه إعادة لهدف منتخب مصر في مرمى مالي في اللقاء الماضي، العرضية من أبو الفتوح وضربة الرأس من مصطفى محمد، يا ولد
ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد للصبح يا مصطفى، يا ولد للصبح يا مصطفى. ضربة رأس نموذج من مصطفى محمد تأتي بهدف التعادل لمنتخب مصر لتصبح. ننقل من رجل لرجل، نكسر من التمريرات، العراقي بيحاول، خطيرة جدا، خطيرة جدا جوه ال 18. عبد السلام يا ولد يا ولد، كان في هذه البطولة في مرمى غينيا. انطلاقة اوسو كوابينا، كوابينا يعدي، كوابينا يفوت، ولكن يتدخل اخيرا دفاع منتخب مصر، ولكن في النهاية يقطع عمار حمدي. يا راجل يا محمد عبد السلام بدأ يأخر نفسه كده شوية. عبد السلام وادي رمضان، المرة دي بقى، المرة دي يا رمضان، تقدم رمضان، عدى رمضان، ولكن الكترة تغلب الشر. تسديدة أي حاجة من أكرم تعود من جديد للاعبي منتخب مصر. وادي أبو الفتوح، وادي مصطفى محمد عايز يستلم، وادي خلفية، فين يا راجل؟ وتسديدة بالعراقي، مش ممكن، مخالفة تتلعب سريعا. فوبي يسدد من مسافة بعيدة، وبرافو يا ولد، برافو يا ولد. أوسو أكوابينا يطلق تسديدة تصطدم، تسديدة رمضان، تسديدة رمضان صبحي، يتعامل معها الحارس كوامي با ويحولها إلى خارج الملعب، ضربة ركنية، تسديد. مركزين تماما على أبو الفتوح، أدي أمامية، لو يلحق، لو يلحق العراقي لسه. برافو رمضان يا ولد، هو ده رمضان، هو ده، اضغط رمضان، قطع رمضان، تقدم رمضان، يلا رمضان، ولا يحتفظ بكامل الأوراق على مقاعد البدلاء. محمد عبد السلام، خطأ من عبد السلام، أسطوري يا ستار، وهدف الثاني المنتخب غانا، هدف ثاني المنتخب غانا، خطأ قاتل، خطأ قاتل من محمد عبد السلام، وبلا داعي، بلا داعي خطأ من محمد عبد السلام. وادي محمد بيحمد ربنا، وأسلوب طيب، نحمد ربنا في الخير وفي الشر. عموما منتخب غانا يأتي بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح منتخب غانا. خطأ من محمد عبد السلام، كان لازم يتخلص من الكرة أسرع، رجع بيها ضعيفة جدا، انقض اللاعب سامويل أوبيج وتخطى محمد صبحي. أبو الفتوح لرمضان، لأبو الفتوح عرضية بقى من بتوعك، عايز يعدي، عدى وضم للداخل، سدد في لمسة اليد، في لمسة اليد، في لمسة اليد، حرص للمدافعين لالتقاط الأنفاس. أدي المرور من رمضان والعرضية الروعة، مصطفى محمد لمسة واحدة، ولكن في منتصف المرمى، في المكان اللي واقف فيه كوامي با. لو في زاوية، لو في زاوية من الزوايا، ولكن لسه بدري، ونعوضها بإذن الله. وادي الكرة والتسديدة من أبو الفتوح، اصطدمت، حد بيشتكي من الكرة اللي فاتت. وادي مرور رائع من عبد الرحمن مجدي، حد يقرب له يا شباب، عبد الرحمن اعتمد على نفسه، عدى وسدد، تصطد بالحارس، حط يا رمضان، حط يا رمضان، الهدف الكامل يا رمضان، الله يا رمضان، 2-2، يلا يا شباب، يلا يا شباب، 2-2، رمضان صبحي يكمل مجهوده الكبير في الشوط الثاني من هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل، 2-2، قلت لحضراتكم لسه بدري، قلت لحضراتكم هنتعادل، والتعادل يأتي الآن، 2-2، لسه بدري يا شباب، لسه بدري يا شباب، نركز، نركز ونجيب الهدف الثالث بإذن الله تعالى. عبد الرحمن مجدي بفاصل من المهارة يعدي ويفوت ويطلق تسديدة قوية ترتد من يد الحارس كوامي با لتجد كابتن منتخبنا الأولمبي رمضان صبحي يضعها داخل الشباك لتصبح النتيجة 2-2. افرح يا شوقي، حقك يا شوقي، هيص يا شوقي، شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي، وفرحة كبيرة بهدف التعادل لرمضان صبحي. ودي صيحة الاحتفال بالهدف من رمضان صبحي. رمضان يلعب العرضية جوه ال 18، ضربة رأس، الله، أحمد ياسر لبنان، يا حلاوتك يا أبو حميد، يا حلاوتك يا أبو حميد، الهدف الثالث الغالي، هدف الثلاث نقاط، هدف الثلاث نقاط، هدف التأهل لنصف النهائي، عملها أحمد ياسر ريان، عملها أحمد ياسر ريان، أتى من مقاعد البدلاء ليأتي بالهدف الغالي، 3-2، افرحي بولادك يا مصر، افرحي بولادك يا مصر، 3-2،